المحليات الأصايل، نتواصل ونجدد اللقاء من جديد. هنا نذهب مباشرة مع انطلاق هذا الشوط ونرى اللي في المركز الأول من يسيطر مع البداية. شاهين تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن مرمى المكتوم المكتوم، سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني، أرى شاهين لهجم الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وسعيد المجازف من يتابع انطلاق شاهين بعملية التضمير. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث، نرى الوصول مع المركز الثالث من قبل شاهين لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع الانطلاق بعملية التضمير لشاهين لهجن الرياسة. رابع المراكز يتقدم صوغان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع من يتولى عملية تضميره. النقلة مباشرة مع المركز الخامس، وصل في هذه اللحظات وانطلق صوغان لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غافان القابري من يتابع انطلاقه. وصول وقدوم في هذه اللحظات من قبل مهندس لهجن الرياسة الظافر علي بن يميل الوهيبي يتولى عملية تضميره. الوصول والقدوم الآخر مشاهدين الكرام هنا في هذه اللحظات من بدأ يتقدم، أرى الطف تعود الملكية لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيق بن يمعى الرميثي المحترف من يتولى عملية التضمير. والوصول والقدوم في هذه اللحظات من بدأ يتقدم، أرى اللي هو هملول لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتابع الانطلاق. بدأ يتسلل ويصل الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بخميس الينيبي من يتابع انطلاق قدوم ووصول في هذه اللحظات من هملول لهجن الرياسة الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتولى عملية التضمير. أما اللي في المركز العاشر من الجانب شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خالد بن مر بن حلوة من يتولى عملية التضمير. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام والنداء لهذا الشوط. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، من ينطلق مع البداية ومقدمة هذا الشوط مع المركز الأول. يا سلام، يتقدم الجميع، ينطلق بهذه اللحظات اللي هو شاهين لهجن الرياسة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. مسيطر مع البداية شاهين لهجن الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري أبو سعيد من يتابع انطلاق شاهين مع مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول. المركز الثاني يليه مباشرة شاهين لسمو الشيخ محمد بن المرب المكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير. القدوم في هذه اللحظات من قبل شاهين لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتولى عملية التضمير. وصل المهندس لهجن الرياسة الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتابع انطلاقه بعملية التضمير. سادس المراكز، الطف لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيق الرميثي المحترف يتولى عملية التضمير. صوغان يتقدم، تعود الملكية لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غافان أبو حمد من يتابع انطلاقه مع المركز السابع. المركز الثامن هنا صوغان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع يتولى عملية تضميره. وصل هملول لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين يتولى عملية التضمير. أما اللي في المركز التاسع يتدخل، أرى اللي هو مشاهدين الكرام هملول لهجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي من يتولى عملية تضميره. وصل الزعيم، تعود الملكية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الينيبي يتولى عملية تضميره وتدريبه. هكذا النتيجة للمرة الثانية، ندائنا الثاني للعشر المراكز المتقدمة. نعود حيث البداية وإلى شاهين مع مقدمة الشوط منذ انطلاق الشوط والمسير التسيير خلف شاهين لهجن الرياسة محمد بن عتيق
بن زيتون المهيري ابو سعيد من يرافق هذا الشعار المجازف يقدم لنا شاهين بعمليه التدريب والعنايه التامه والكامله هنا مع البدايه والمقدمه. المركز الثاني اسلام شاهين لسمو الشيخ محمد بن البربر مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عمليه تضميره، ولكن وصل شاهين لهجن الرياسه محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتولى عملية التضمير القادم هنا والواصل. هنا المهندس بدأ يصل، مهندس لهجن الرياسة الظافر علي بن يميل الوهيبي يتولى عملية تضمير التسلل مباشرة وانتقل إلى المركز الثالث، ومن المركز الثالث إلى المركز الثاني مباشرة القدوم من هملول لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيب بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين يتابع الانطلاق من الجانب الآخر الزعيم، ولكن من يغير هملول لهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي الظافر يتولى عملية التضمير. وصل الزعيم على المركز السابع لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي من يتولى عملية تضميره. الزعيم الآخر يتقدم أيضا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي من يتابع الانطلاق والقدوم من الطف لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيق الرميثي من يتابع الانطلاق بعملية التضمير. هكذا المسار يسير، هكذا الانطلاق. هنا المسار الأول، نعود مع البداية، شاهين مع مقدمة الشوط، شاهين مع المركز الأول، شاهين منذ انطلاق الشوط وهو يكمل المسار متزعم الجميع مع المقدمة ومع الصدارة والمركز الأول لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع انطلاق شاهين مع مقدمة هذا الشوط. يا سلام، بدأ التجمع من الزمول هنا المحليات الأصايل في موقع واحد هنا مشاهدينا الكرام بشعاراتي أصحاب السمو الشيوخ. شعار هجن الرياسة إذن هو من يسيطر مع البداية مع المركز الأول. هنا شاهين مع البداية لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الخط المستقيم، بانت المنصة، بان الكيلومتر الأخير. يا ترى هنا المنافسة ما بين الزمول المحليات الأصايل المركز الثاني، تدخل الزعيم، وصل هملول، وصل شاهين، لا بعد كيلو. أيها الفطاحة للكبار، أيها المضمرون لهؤلاء الشعارات، هنا ينطلق مشاهدين الكرام مع البداية شاهين ما سلم المهمة، مسيطر مع البداية، معلن حضوره في هذا المساء المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا شاهين مع المركز الأول مع الصدارة مع المقدمة لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ولكن الزعيم 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 غير الزعيم، انطلق شاهين، تقدم هملول، انطلق شاهين الآخر، حان موعد الركس للزمول المحليات الأصايل مع الخمسمائة متر الأخيرة. شاهين والزعيم، الزعيم الزعيم وشاهين هنا مشاهدين الكرام، وهملول يتقدم أو المهندس. يا سلام يا سلام، هنا الزعيم، الزعيم مع البداية، شاهين مع المركز الثاني، المهندس مع المركز الثالث، شاهين مع المركز الرابع، ولكن غادر الزعيم، انطلق الزعيم إلى مقدمة الشوط، إلى ناموس هذا الشوط، إلى الفوز والانتصار، إلى الإبداع. يا سلام لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، تهانينا والناموس لسموه. إن لم يكن لشاهين كلام ثاني، ولكن الزعيم الزعيم لحظة الوصول، تهانينا والناموس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد وتين محفوظ بخميس النيبي. المركز الثاني شاهين لهجن الرياسة، تهاني محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث وصل المهندس لهجن الرياسة التهاني علي بن ميل الوهيبي. المركز الرابع شاهين لهجن الرياسة التهاني محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الخامس وصل مشاهدينا الكرام هملول لسمو الشيخ ذياب لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان. هكذا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لاصحاب السمو الشيوخ. وننتظر التوقيت الزمني اثناء وصول الزعيم الى خط النهايه، معلن هذا الفوز والانتصار والناموس. قطع المسافه زمن وقدره 10 دقائق 3 ثواني وايضا 5 من الاجزاء. تهانينا والناموس المركز الثاني شاهين 10 دقائق 3 ثواني 9 من الاجزاء. تهانينا والناموس المركز الثالث مشاهدينا الكرام 10 دقائق
خمس ثواني سبعا من الاجزات هاني والناموس، عفوا 10 دقائق خمس ثواني جوزين من الثانية تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والتهنئة للظافر علي بن ميل الوهيبي، تهانينا والناموس للجميع.